المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه. أي عمل حجم عمله في السنة ما يتجاوز 15 مليون جنيه هيتمتع بمجموعة كبيرة جدا من الإعفاءات والحوافز اللي تشجع هذه المشروعات الصغيرة والمشروعات الريادية وريادة الأعمال إنها تنطلق وما تكونش خايفة من أي محاسبات ضريبية. وبرضو هترك لمعالي الوزير إن هو يتكلم شوية على هذا الموضوع. القانون الأخير هو تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، وده طبعا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، إن يتحط بقى لكل المنازعات السابقة آلية إن احنا نخلص منها بصورة نهائية، وده لوحده هيبقى كان مطلب الممولين وكل المواطنين والمستثمرين. المنازعات الضريبية السابقة أرجوكوا حلها لنا، والحمد لله النهاردة مجلس الوزراء أقر هذه القوانين اللي أنا بعتبرها إنها نقلة كبيرة جدا جدا جدا. الشيء الجيد، وبرضو معلش بقى أنا هخطف المبادئة من معالي وزير المالية، إن برضو في خلال أسبوعين هنيجي نعرض على حضراتكم تعديلات مهمة جدا في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وده كان مطلب آخر للمستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وبالتالي احنا بنتحرك على كل الملفات اللي وعدنا بيها عشان نخلي المناخ الأعمال أكثر جاذبية وأكثر منافسة بالمقارنة باللي بيحصل من الدول المختلفة، وإزاي مصر تحتل مكانة رائدة في الإقليم بتاعنا.